الاهلي يكتفي بهدف وحيد في شباك المصري بس بالسلوم ويتاهل لدور الاثنين ال 16 لكاس مصر. كابتن شريف اعتقد ان هو يعني فوز منطقي ولكن الاداء لم يكن بنفس المستوى. احنا دايما بنبحث عن الاداء اللي هو بيخليك تكسب اي مباراه انت بتلعبها بتشيرت النادي الاهلي او باسم النادي الاهلي. مهما كان ظروف ومهما كانت الغيابات انما انت دايما بتلعب بروح تجعلك على الاقل ليك سبق في التهديف. مش معقول هفضل انا 45 دقيقه الماتش احنا مش عارفين مين فين اللي هيكسب اللي احنا بنلعبهم ولا هم اللي هيجيبوا الجول الاول ولا احنا اللي هنجيب الجول الاول. هل الروح كانت رايحه جاي كده النهارده؟ هل الروح كانت غايبه عن لعيبه الاهلي النهارده؟ اللعيبه بتلعب وهي حاسه انها هتكسب في اي وقت. يعني يمكن اسم المنافس يعني اسم المنافس مش مخليك تنزل بالروح الجامده بالمجهود الجامد. طب نلعب لكل اللي احنا قلناه يعني. احنا نلعب بقى لنفسنا. ايوه انزل عندي فرصه بلعب في النادي الاهلي وبلعب في بطوله كاس مصر وعارف ان ممكن يحصل فيها اي كوره طايشه. يعني مصطفى شوبير النهارده مطلع ثلاث كور مش سهلين برضو يعني صحيح. نلعب معه في الحته اللي هو واقف فيها لما في واحد بس اتعامل مع كرة كويس اتعامل معاهم كويس قوي بثبات هو تحت الخشب ثلاث خشبات كويس الحاجات دي طبعا. انا وفي الشوط الاولاني برضو في واحده اتشاطت من بعيد الحاجات دي احنا مش متعودين ان احنا نشوف الفرق اللي هي بتفتح علينا الجيم واحنا واقفين مفيش تمركز مفيش مان مفيش بنلعب بارتياحيه كده ان احنا هنكسب في اي وقت. انا ما ده اللي حسيته الحقيقه في المباراه وده اللي مش عاجبني في المباراه وده اللي مش عاجبني من بقالي فتره. يعني انا ما بكسبش الا وانا تحت ضغط لما بتبقى الحياه سهله كده وزي ماتش ايستر مكبر اللي جاي ده لازم الحكايه تبقى مختلفه تماما. انت بتلعب على ثلاث نقاط بيودوك بتقترب من بطوله كل ثلاث نقاط جايين ببطوله. مباراه النهارده دي بطوله اول بدايه بطوله ايوه ف هتعتد يعني هنلتمس العذر النهارده بقى لهم فتره وراجعين وفرق لعيبه غايبه ماشي بس فرديات اللعيبه دي كلها يعني النهارده لما نيجي اتخيل شكل النادي الاهلي في الميركاتو اللي جاي كويس في نص ملعب شكله عامل ازاي ديفندر عامل ازاي لاين فيرود بينفذ لي بيعمل ايه هتلاقيني بطلب كتير قوي يعني بنطلب كتير قوي بنطلب اداء اكتر من كده اسرع من كده شخصيه لعيبه احسن من كده بكتير قوي لازم تبقى موجوده بتحمل انت بتلعب على بطولات اديك شفت الدنيا انت بتتحارب من الدنيا كلها ايوه فانت تبقى قد الحكايه دي 10 مرات يعني مش هتوهم واتخيل ان لما يرجع لي علي معلول كويس مين عندي تاني بره عندك ديانج وديانج وسولية مثلا وحمدي فتحي تبقى هي دي الحكايه بالنسبه لي هو ده العمود الفقري بتاعي والمسمار بتاع اداء انما بقيه اللعيبه اللاين فيرود بتاعي اهو ناقصك قفشه واللي احنا قلنا عليهم هو ده العماد الحكايه كلها لا لازم اللعيبه دي كلها تثبت لي انها تقدر تبقى معايا السنه الجايه انا السنه دي عندي بطوله راوند بحاله انا محتاج روح تانية خالص محتاج اداء تاني خالص انت بتلعب فرقه المفروض ان احنا النهارده ضاغطين في نص الملعب الكره التانية بتاعتنا على طول ما تبقاش فيه مشاركه في الجيم ما تبقاش فيه زيارات عندك على حارس المرمى بتاعك عندك حريه اطراف النهارده تلعب زي ما عايزه ما انت الجول اللي جبته الوحيد جه من الطرف عشان اللعيب فكر وعمل كره عرضيه الباك قلشها بدماغه وقفها وتعامل معاها عبد القادر طب ما حسام حسن يتعامل مع كام كره زي دي ويخلصنا من الماتش محمد شريف شغلتي ايه على في اللي انا واقف عليها؟ هجيب اجوال. انا شغلتي النهارده اجيب اجوال انا وحسام حسن وعبد القادر ومحمد شريف، انا دي شغلتي في الماتش، انا كنت بننزل الماتشات، انت كنت بتلعب تلت ساعه ما بتجيبش ماتش ما بتجيبش جول في الماتش بتروح زعلان. احنا صحيح. شغلتنا ان احنا نجيب جول. علاء ميوم لو ما كانش بياخد الكره اللي انا بسقطها وهو بياخد الاسبرينت كنا بنتخانق وكنا بنقول له ازاي ما بتروحش ازاي ما بتعملش. ويروح معوضها لي في الكره اللي بعدها كان في روح تانية كان في اداء تاني مطالبات تانية مش عارف بلال كان شحننا في الاولاني هي حكايه عقود بقى وحكايه احنا خلاص خدنا حاجتنا وده الاداء اللي عندنا وهو ده لا لا
لا اللعيبه دي لازم كلها تبقى روح ثانيه خالص. اللعيبه دي لازم كلها تعرف هي بتلعب فين. مش هقدر اقول اكتر من كده الحقيقه يعني. مش هكمل كلام بلال او لا، انا مش هقدر اقول غير احنا لازم احنا نعرف كلنا احنا فين بالظبط. صحيح. عندنا بطولات يعني، عندنا بطوله الدوري مهمه جدا يا كابتن خسرناها يعني. وبعد بطوله افريقيا بنبقى منتظرين رد كبير يعني، فاهم قصدي؟ يعني على الاقل خد بالك ممكن الجزء الفني يبقى مش موجود يعني. عادي انك فنيا تبقى قليل شويه، لكن يعني الروح القتاليه والاداء الرجولي هو ده اللي احنا بنطالب بيه، هو ده اللي انت بتطالب بيه. يعني ممكن في بعض الاوقات او في اوقات تبقى انت مثلا فنيا قليل شويه لاي ظرف من الظروف، لكن الروح احيانا بتغطي، لكن الروح لازم تبقى موجوده. ما ينفعش يعني قدام انبي 10 دقائق ما اتاخر بهدف ايه الفنيات اللي كانت موجوده؟ روح لك بتضغط وتلعب بالعرض ها؟ جاي لك علاء دلوقتي، علاء جاي لك. تجرب ال 10 دقائق بتوع انبي انا بدور عليهم، هو ده الشكل اللي انا لازم العب بيه على طول. وانا في يوم ماتش انبي ما كان علي معلول تعبان هو جاب جونين من الضغط والعصبيه، وازاي احنا نبقى الهيبه بتاعتنا زي ما بيقول علاء، في هيبه لعيبه، في هيبه نادي، في انا اسمي كمان مسؤول عنه. يعني انا بكلم اللعيبه عشان خاطركم، انا مش هلعب كل ماتش باختك يا ابو بخيت. دي ما معلش مش احنا يعني. صحيح. هقول حاجه. اتفضل. واحتمالات بتبقى اللي بيحصل بيبقى لصالح الفريق. ازاي يعني؟ اقول لك اوضه اللبس دائما بتبقى مهمه للمدير الفني. اديك مثال بسيط. ايوه. انتقدوا موسيماني على حسام حسن كتير. صح؟ وليه ما بيلعبش وليه ما بيلعبش وليه ما بيلعبش؟ فلما ياخد حسام ويطلع بالمنظر ده ما يجيبش اهداف ما يتحركش كويس ويبقى قدام السلوم المصري السلوم عامل كده، حد يتشيل من على ضغط من على موسيماني شوي. فاحيانا بتبقى لصالح المدرب. هو المدرب هو احنا هنكسب ايه؟ طيب لما كابتن علاء اعتقد المكسب جه باقل مجهود. باقل مجهود؟ باقل مجهود. لا بالعكس، ده بمجهود زياده عشان انت قلقت من الشوط الاول، انت شكلك وحش قوي. لا مش قصدي، لا اقل مجهود ايه من اللعيبه نفسها يعني؟ يعني زي ما الكابتن شريف يعني. فيش وجود واضح يعني كان في علامات استفهام على اداء معظم لاعبي الفريق. يبقى مش باقل مجهود بقى ايمن، لان اقل مجهود ان انت اللي بتسير المباراه زي ما انت عايز. ايوه مجهودك دي فاهم، لكن مش باقل مجهود. مجهود هي بص يا ايمن، المباراه دي غريبه جدا لما تيجي تتكلم فيها فني. مش عارف تتكلم فني بجد، مش عارف اتكلم فني خالص، مفيش فيها فنيات. لكن انا دايما بقول لعيب الكوره حتى لو فنيا قليل، دايما انت في حاجه تملكها روحك. مظبوط. ده اللعيب العادي. مظبوط. تخيل لعيب النادي الاهلي، انت بتهزر. مظبوط. يعني انت بتهزر. وبعدين في حاجه انا سالتك فيها قلت لك هم اللعيبه تحت اختبار مش تحت اختبار؟ انا شرحت لك اللي في الملعب. اختبار ايه؟ مفيش اختبار. انا شرحت لك الملعب يا عم، كلهم ده كلهم ناس لعيبه بتلعب اساسيه. بالظبط. وفي ناس راحت المنتخب، وفي ناس حتى الاثنين الصغيرين لعبوا. مفيش اختبار. بعدين يا ايمن معلش، مع احترامي الكامل لفريق منافس، انا اختبرك قدام مين يا ايمن؟ يعني مثلا دي حضرتك مع فريق كبير، انا مش بختبرك، اختبرك كده انت لعيب في النادي الاهلي. كابتن ما هو انت مش في اختبار. كويس. ومفيش ضغوط عليك. خالص. والمفروض يكون عندك دوافع، انت لعيب في النادي الاهلي. ده اكبر دافع. مش موجوده النهارده. طيب ايه الاسباب؟ انا بقول لك ايه اسباب الظهور بالمستوى ده؟ انا بقول لك يا ايمن، انت نازل يعني اسوء حاجه في كره القدم. عارف ايه هي؟ انك بتنزل بتقضي واجب. انت النهارده بتقضي واجب. انت بتقضي واجب لانك انت كنت مطمن ان انت هتكسب الماتش بسهوله. هقول لك حاجه، اولا حياتك انت مطمن وفي فروقات كبير قوي، الفريق مش قوي. دي اولا لو هي كده دي حاجه سيئه في كره القدم. طبعا. مبدئيا ولو ومش بتبقى ذنب اللعيب. يا ايمن في حاجه اسمها التحضير للمباراه. أيوة. ودايما التحضير للمباراه انت تقلق مباراه الخفيفه اللي هي الفرق اللي هي زي ما بقول كده مغموره شويه. انا دي احضر لها اكتر ما هقابل مثلا فريق الثالث على الدوري. أيوة. لان الثالث على الدوري هيبقى فريق قوي. فانت مبدئيا مهيئ لنفسك، لكن المباراه دي عايزه اعداد خاص، عايزه دوافع زياده على اللي عندك، دوافع شخصيه زياده على اللي عندك. لو انت مش عندك دوافع شخصيه، اولا غلط منك. وانا وجد لك الدوافع دي، لكن
ماشي. لما تيجي للاعيبه كتير قوي في الملعب النهارده عندها فرصه كويسه تثبت نفسها وتخش فورمه وتقول انا موجوده، وحدث العكس ويحصل العكس، يبقى مش تاثير مدرب او مدير فني، ده يبقى عيب على اللاعب نفسه. اما اجي اجازي او عاقب اللاعب، لكن هو مش مدير فني. المدير الفني ممكن يلومه في حاجه واحده بس بغض النظر هو مين، ان انا ما هيأتش اللعيب بتاعي ان هو ياخد المباراه دي بجديه جامده، مع ان ده طبعا غلط. لعيب النادي الاهلي لبس التيشيرت ده، لسه هقول لك، ما انا بقول لك اصل انا بقول لك الحاجه واللازم يحصل. معلش اصل الايام دي ايمن والسنين دي والاوقات دي بتاع اللعيبه في حاجات انت بالنسبه لنا احنا كانت زمان حاجه عاديه. يعني انا انزل ماتش او مباراه لابس فانيله النادي الاهلي وما اجريش واتعب وروح تبقى عاليه وعايز العب وعايز اكسب ومش عايز اخرج من الملعب وعايز اقدم احسن حاجه عشان انا خايف من اللي ورايا هو اللي يلعب عليا. الحاجات دي اساسيات موجوده في النادي الاهلي، كلنا الحمد لله كده احنا قاعدين مرينا بيها، وكل واحد كان بيمسك الفرصه مش عايز يسيبها عشان عارف ان في لعيب هيلعب مكاني. صح. الدواء هي دي اسمها الدوافع يا ايمن. انا لما بتجيلي فرصه واثبت نفسي واقول انا موجود، انا بعمل بخلق دوافع لنفسي بالظبط، بغض النظر عن المدير الفني. انا كده. انا ليه؟ عشان الكلمه اللي اتكلمنا وقلبين الدنيا في بدايه الاستوديو، لانك انت بتمثل النادي الاهلي، لازم تعرف قيمه الكلمه دي وقيمه التيشيرت بتاع النادي الاهلي. صعب قوي، ناس كتير قوي 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 بتتمنى تبقى في مكانك. فانت النهارده لما تبقى في المكان في النادي الاهلي ويبقى ده شكل ادائك، لا يبقى لازم واقفه. واقفه ووقفه جامده جدا جدا مع كله، مع صغير وكبير. انا ما استثنيش حد، لان الصغير لازم يستغل الفرصه النهارده ويقول انا موجود، واحسن من الكبير ويوم ما تفكر تعتمد عليا انا موجود. هو انت يعني مين قال لك ان ممكن تجيلك الفرصه دي تاني؟ ما هو ممكن لعيبه المنتخب ترجع والناس كلها كبيره واساسيه، فحلنا ما تجيلك الفرصه. كابتن شريف بيقول لك انا كنت بتمنى الاقي فرصه عشان انا عايز استغل الفرصه دي. فانت الفرص كتير قوي، ومباراه النهارده بلغه الكوره سهله تماما تماما، ما فيهاش اي صعوبه ايمن. صح. ما فيهاش خالص اي صعوبه، ولا لعيب ولا الفريق دفع عليك من بدايه المباراه، ولا مقفل المساحات ولا حاجه خالص، بيلعبك جيم عادي جدا، لكن هو بيلعب في الدوري بتاعه هو الخاص بيه هو. فما فيش حاجه تعوقك النهارده ان انت تأدي بحماس، بروح، بشكل حلو، باداء حلو، وفوق كل ده مكسب يقول الفرق بين النادي الاهلي وفريق المصري. فاهمني؟ النهارده المفروض كده، لكن النهارده لما اطلع بالمباراه 1-0، يعني يمكن بلال في اخر في بين الشوطين يتعصب في الاستوديو في الاخر، لانه ما هو من حقك انت بتحاول، يعني ما احنا بنحاول نخلي الكلام الى حد ما يعني رقيق شويه، لكن في وقت يا ايمن ما عشان انت عشت اللحظات دي، في وقت انت بتنفعل، مش عشان حاجه، مش عشان بتنقد لمصلحه اللعيبه والنادي الاهلي، عشان انت حابب النادي ده طبعا، وعايز الشكل يبقى كويس، ومش عايز حد ينقد اللعيبه دي او ينقد مكسبك، وعايز اللعيبه تظهر بصوره كويسه، عايز اللعيبه تبقى احسن 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 حاجه في الدنيا طبعا. وانت ما تقعد كده تتكلم في المباراه تتفنن في انك تتكلم عن ده كويس وده كويس وده كويس وتعلي ده وتعمل ده، انت عايز كده. انا عايز كده، لكن مش عايز يعني النهارده كلنا ما شاء الله احنا الخمسه احنا بندور النهارده على لعبه حلوه في 95 دقيقه. ايوه. الكره العرضيه اللي اتعملت النهارده اللي كانت كابتن شريف هي اللي جت الهدف. غير عارف يا كابتن، ما هو انت النهارده لما تخرج من الملعب يبقى انت يعني استكمالا اللي انت قلته، يبقى انت النهارده حاسس ان الفروق مش كبيره ما بين الفرقتين، دي مشكله كبيره، هي مؤلمه. يعني انا النهارده مش حاسين ان الفروقات كبيره، مش حاسين ان احنا فارقين بمسافات كبيره جدا، مش حاسين ان احنا النهارده هنكسب مستريح. لا، انت في وقت من الاوقات انت قلقان. انت قلقان من اخر فاول جه عليك. لا، انت قلقان اخر فاول في 94 يعني. برضو خد بالك، يعني برضو فرقه منظمه بتلعب كره كويسه، عندهم سرعات مش بطاله، تمام، بيعملوا هجمه مرتده، ممكن كره عشوائيه تيجي فيك، بيعملوا هجمه مرتده منظمه جدا جدا جدا. عندهم جرأه قصاد لعيبه النادي، عندهم جرأه وشاطهم بعيد. طبعا يعني النهارده مصطفى شبير طلع واحده في نص الجول. هي الجرأه دي يا كابتن شريف جات ليه؟ عشان انت سبته يا كابتن، اديت فرصه مننا. انت اديت، خد بالك دايما البطل البطل لما بيدي فرصه، خد بالك للفرق الصغيره، وده اللي بيحصل خد بالك معانا في ماتشات افريقيا كتير هناك، لما بتسيب مساحه تمام وبتدي وقت للفرق الصغيره بتطمع في الجيم، بتبقى ايكوال. اللي بيفرق بينك وبينهم ايه؟ البدايات دايما يا كابتن ايمن، البدايه لما بتبتدي قوي بتفضل طول الجيم، بتفضل راكب الجيم طول الماتش. لما بتبتدي يعني
قليل او روحك مش كبيره مش قويه تمام بتبتدي بتتعثر طول الماتش. انت برضو خد بالك ما وفقتش ان انت تجيب جول في بدايه الماتش، فهم كمان الفرقه طبعا، فالفرقه الصغيره بتعلى بتاخد ثقه بتعلى بتاخد ثقه بتعلى بتاخد ثقه، فبالتالي بيبقى ند للند طول الماتش، وده اللي حصل في الماتش ده. احنا قاعدين قلقانين طول المباراه، يا ترى عايزين نجيب الجول الثاني، احنا قاعدين منتظرين جول ثاني عشان الماتش يخلص. ما ينفعش الكلام ده يحصل مع لعيبه النادي الاهلي، احنا جايين من اخفاق. ولازم اللعيبه تبقى فاهمه كده كويس، انت جاي من اخفاق، انت مش جاي من مكسب، فطالما جاي من اخفاق يبقى لازم يبقى ليك رد فعل. ده الطبيعي، ده اللي اتربينا عليه وده اللي اتعودنا عليه. لما تبقى جاي من اخفاق لازم يبقى يكون لك رد فعل، ورد فعل قاسيه وكبيره جدا جدا. مفيش اكسكيوز عند لعيبه النادي الاهلي خالص على الاطلاق. مش هنقول بقى اجهادات ولاعيبه لا، انت عندك فرصه، لعيبه بتتدرب بقى لها فتره، اللعيبه دي لازم لما تاخد فرصه لازم تبقى قد الفرصه، مش قد الفرصه ما تبقاش موجود خلاص. ما تزعلش، اللعيبه بتزعل لما بتاخدش شويه يعني مش قوي كده يعني. لا ما بص يا كابتن عادل، انا عايز اقول لك حاجه. لحظه بس لا لا اصل لحظه ايه يعني. استنى بس دلوقتي احنا بنتكلم عن نادي الاهلي، وزي ما قال الكابتن علاء وكابتن شريف وكابتن بلال ان في لعيبه كتير جدا جدا في التشكيل تقريبا اساسيين تقريبا تمام، عن 6 7 اساسيين في القوام الاساسي. منهم اقولهم لك ماشي، رامي ربيعه لاعب قريب معاك مش اساسي. رامي لحظه بس لحظه مش اساسي ماشي. محمد هاني اساسي كم سنه النهارده؟ محمد هاني اساسي كم ماتش في السنه؟ لحظه، محمد هاني اساسي. كريم فؤاد الفتره الاخيره اعتمدت عليه في بعض المباريات وبعدين قعدته. احمد عبد القادر، عبد القادر ممكن، محمد شريف إيه؟ لا محمد شريف ما بيلعبش كتير يعني إيه؟ ما بيلعبش مع بيرستاو اكتر، بيلعب منه. لا 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 بس محمد شريف لعيب اساسي عندك. ايوه كتير. لا بس لحظه بس لما يكون المردود كده انا كسبان، بس في احيانا مكسب بتبقى طالع منه زعلان، ما تقوليش ان الهدف اتحقق. لا ما هو الهدف اتحقق صحيح، بص يا كابتن بس الاداء سيء. بص يا كابتن عاوز اقول لك كده، انت الماتشات دي من اكتر الماتشات المحرجه ايوه لكل الفرق الكبيره. ارجع لك بالذاكره ايامنا كسبنا نابارو 1-0، كسبنا اكتر من فرقه 1-0، في فرق اتغلبت من فرق اصغر من كده، فاهمني يا كابتن ايمن؟ فمش عايزين نفكر بعقلانيه شويه، اللي هو ايه؟ انا مبسوط في الوقت الحالي مثلا اني هيبقى في استقرار في لاعب ولا اتنين في اوضه اللبس. انا من وجهه نظر كمدرب ازاي؟ انك انت طول الوقت ضاغط عليا ضاغط عليا، انا 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 بحطت نفسي مكان الراجل، ضاغط عليا لاعب وضاغط عليا لاعب ما بيدينيش بقى مش هلعب. دي واحد. اتنين بقى المهم، الكارثه اللي عندك ومشكلتك ايه بقى؟ مش في دي، انت مشكلتك في حاجه واحده يا كابتن ايمن. عارف ايه هي؟ ايه يا كابتن؟ الاساسيين. عارف هم بقى اللي يحصل للاساسيين؟ ايوه. الاساسيين في الوقت ده هيقول لك ايه؟ انا ما عنديش حد ورايا مخوفني. فهيبقى روحه هتقل شويه، مش تبقى الروح العاليه، ولكن في الاخر خلينا بقى نتكلم في ايجابيات شويه. ايه ايجابيات المباراه؟ رقم واحد مصطفى شوبير. طبعا. ايجابيه كبيره في المباراه. ثبات واقف واكتر من وتعامل واكتر من اختبار جاله مع الكرات اللي جات، دي حاجات مزبوط. كويسه. اتنين كوكا في نص الملعب ماشي، جري تخبيط حاجات كده كويس، لان انا مش هقيم عبد القادر في ماتش زي ده، لو قيمته بظلمه. لا انا 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 بتكلم عليا، انا بتكلم على مستوى اداء. انا بتكلم عليا انا أي. انا بتكلم عليا انا بتكلم نفسي يعني، بقول انا لما اجي اتكلم على عبد القادر مش هختبره في ماتش زي ده. لما اجي اتكلم على مثلا وحيد مش هختبره في الماتش ده، انت فاهم؟ لانه هو اداؤه نفسه مثلا ما يعني طول السنه شايفين انه ما يرتقيش ان يلعب على علي معلول. فانت ما تجيش تقيمه في الحاجه. اقيم محمد هاني عشان دخل سيرد باك تاني، لكن ما اقيمش رامي لان رامي بيلعب في المكان ده كتير. فانا اتكلم على مكاسب المباراه دي. طب وطاهر وحسين الشحات؟ ما برضو ما اتكلمش عليهم لانه دول لعيبه كبيره وبتلعب ماتشات كتير، انا ماليش دعوه بيهم في الوقت الحالي. دول مش اساسيين؟ انا مش من اهدافي. طبعا اساسيين بس مش من اهدافي يا كابتن شريف. انا اهدافي النهارده ان انا اولا اتخطى دور الاثنين، اتخطى المفاجاه اللي هي السلوم.
المصري بالسلوم، ده رقم واحد. الرقم اثنين اشوف اللعيبه الصغيره البروميس اللي هم طالعين شكلهم كويس، انت فهمتني يا كابتن ايمن؟ ودي حاجه مهمه، اللعيبه البروميس. يعني النهارده كمان لو اتكلمنا على اكتر من لاعب صغير لعب هتلاقيه اداؤه ما كانش سيء قوي، ولكن برضه بتتعرف عليه رغم ان هم لعبوا كده. فخلينا نتكلم في ايه، خلينا نبقى فيه شويه ايه، بقى لنا شهرين نبحث عن اداء النادي الاهلي وروح النادي الاهلي. ما دول مش الاساسيين بتوع النادي الاهلي يا كابتن شريف، دول مش الاساسيين. لا حسب الظروف اللي بنمر بيها كلنا عارفينها والاصابات، بس احنا بقى لنا شهرين بنبحث عن اداء النادي الاهلي الطبيعي. كم واحد هيلعب من دول؟ أربعة خمسة هيلعب، انت فهمتني؟ انا المهم عادل. اللي عندي ايه ده مش هيبقى سيستم اللعب. لو قعدنا نبحث ان احنا نكسب الثلاث نقاط بس ونكسب ونعدي النهارده الدور ال 32 والماتش الجاي اصل يا كابتن لازم يبقى في سيستم في اللعب. انا ببقى بتفرج الناس دي بتحاول، معلش الناس دي بتحاول يعني اخر كلمه معلش. اصل بص يا كابتن شريف، في نقطه لازم نعرفها. احيانا الضغط اللي بيبقى على الفريق بتاعك بعد خساره افريقيا، بغض النظر عن المشاكل اللي حصل والحاجات دي كلها، ايه اللي يحصل في الاخر يا كابتن ايمن؟ ما نزيدوش ضغط شويه. صحيح، ده وجهه نظري. طيب عموما نروح لفاصل، نرجع لحضراتكم بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. ارجوكم انتظرونا. مرحبا بك مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن بلال، كان ليك رؤيه بين الشوطين وانفعلت جامد قوي، فبعد الماتش ايه الاخبار؟ كسبنا. كلمتين بتوعه هم اللي جابوا اللي. لا بص يا كابتن، احنا بننفعل لصالح النادي الاهلي. مظبوط. ولما بنزعل لصالح النادي الاهلي. احنا النهارده احنا بنحلل اداء فني وتكتيك وكل حاجه، لكن احنا في الاول وفي الاخر احنا جمهور ولاد النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، احنا جمهور النادي الاهلي في الوقت الحالي يعني. فاحنا لما بنتكلم على حاجه او على خطا بنتكلم على تصحيح خطا، مش بنتكلم عشان ننتقد حد بعينه. احنا الرساله بتاعتنا مش للانتقاد، تمام؟ الرساله بتاعتنا احنا بنوجه، تمام، الرساله للعيبه او للمدير الفني بعض الاوقات ان في خطا لازم تاخد بالك منه، لازم تتدارك الخطا ده عشان خاطر تحسن المسيره بعد كده. احنا لما بنتكلم على لعيبه النادي الاهلي زي ما كل الكباتن اتكلموا، انت بتتكلم في وحيد لعيب المفروض دولي، وربيع لعيب دولي، ومحمد هاني دولي، وكريم فؤاد، وعبد القادر، تمام، وحسام حسن، ومحمد شريف، بالاضافه للاعيبه اللي نزلت حسين الشحات وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وبدر بنون. بتتكلم على المفترض يعني الفريق الاول لكره قوام اساسي. مين ناقص الفريق؟ مين ناقص؟ ايوه قفشه والسوليه هم دول الاثنين اللي ناقصين الفرقه عشان يبقى الاهلي مكتمل النهارده. طب هل الاداء ده يليق بفرقه النادي الاهلي؟ هل يليق بفرقه هل طب انا اسالك، هل اللعيبه طالعه من الماتش مبسوطه؟ ما اظنش. انا متاكد، مش ما تظنش، انا متاكد ان اللعيبه طالعه من الماتش زعلانه جدا من الاداء اللي بيحصل، متاكد 100% ان اللعيبه دي زعلانه جدا 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 من الاداء اللي حصل ده. ليه يا كابتن؟ انت النهارده معلش انا اسف، مع احترامي ليك، يعني احنا الكلام ده مقبول امتى؟ على فكره الاداء بيبقى مقبول في وقت من الاوقات. الاداء اللي انت بتادي بيه ده والنتيجه دي مقبوله في وقت، امتى الكلام ده مقبول؟ كل واخد بطوله، راجع من ماتشات كتيره جدا، لعب ماتشات كتيره وكسبان، عندك تشبع. لا يا كابتن، ده هو يبقى ساعتها الاداء مقبول، وربما احنا نقبل الاداء وندي كل الاعذار لكل اللعيبه في الملعب، وندي الاعذار للمدير الفني، وهنتكلم ان دي تجارب ودي لعيبه لكن النهارده لما تكون جاي من اخفاق كبير جدا وداخل على مرحله صعبه جدا، انت محتاج كل فيها كل لاعب، لان انت هتلعب مباريات متتاليه ورا بعضها، تلعب برده كل ثلاث ايام مباراه، فانت محتاج كل لعيب من دول يظهر بمستواه الفني الجيد، لان كل لعيب من اللعيبه اللي موجوده وشاركت النهارده هتشارك في الدوري العام لاصابات وايقافات وعشان الماتشات كلها ورا بعضها. فالنهارده لا، لازم تاخد بالك، لازم يبقى في جرس انذار، لازم تحسن اللعيبه دي، ان الاداء ده مش هيوصلك لبطوله الدوري العام، استحاله بالشكل ده مش هنوصل لبطوله الدوري العام. عشان كده احنا في الماتشات اللي زي دي فرصه تقرص على اللعيبه شويه، يعني فرصه تقول لهم لا خد بالك، ركز شويه اكتر من كده. الاهلي لازم ياخد بطوله الدوري السنه دي، ما ينفعش يبقى سنتين متتاليتين انت بتخسر الدوري العام. تخسر افريقيا مش مهم، انت خدت سنتين ورا بعض ومفيش فرقه بتكسب كل البطولات ورا بعضها، مفيش فرقه في العالم بتكسب كل البطولات ورا بعضها، لكن كون انك تخسر الدوري مرتين بفعل فاعل لا. صحيح. اعتقد دي لا روح النادي الاهلي ولا شخصيه النادي الاهلي ولا امكانيات وقدرات النادي الاهلي. فاحنا بس بنوجه رساله للعيبه، بنقول يا جماعه لا، لازم يبقى في تغيير سريع
وتجديد للدوافع زي ما الكباتن اتكلموا في القصه دي، لازم تجدد لنفسك الدوافع ولازم تخرج من حاله الاحباط. لا دي صح. لازم تخرج منها ولازم المدير الفني يتكلم فيها وكل اللعيبه واللعيبه الكبار لازم تتكلم في الحته دي ونخرج من حاله الاحباط اللي احنا كنا فيه. صحيح. طيب تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد من ملعب مباراه ولقاء مع مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي المتالق اليوم. برحب بيك كابتن ايمن شوقي، طبعا كل التحيه ليك والكابتن الكبار وجمهور النادي الاهلي العظيم. النهارده نقدر نقول مباراه كانت صعبه طبعا، لان الفريق يمكن فريق مصر بالسلوم يعني عنده الرغبه طبعا وعنده الدوافع، لكن نقدر نقول حسمنا المباراه خلاص، تاهلنا لدور ال 16. امور عديده جدا ومكاسب فنيه كالعاده، وتالق الحقيقه لمصطفى شوبير النهارده اللي يمكن في كل مره بيكون متواجد في السكور ومتواجد في المباراه بيثبت ان هو مستقبل النادي الاهلي، وده اللي بناكد عليه في كل مره. احنا معانا الحقيقه مصطفى شوبير، واحد من نجوم النادي الاهلي. شوبير مجهودك كبير جدا في التدريبات، بنشوفه بنتابع بتنتظر الفرصه، انكار ذات كبير، حبك لكل حراس المرمى ولاعيبه النادي الاهلي مردوده بيكون النهارده تالق كالعاده. مباراه بقيمتها يمكن ضعيفه شويه ممكن بالنسبه للمستوى الفني، لكن اديتها عليكم زياده. مبروك ليكم ومبروك لكل فرقه النادي الاهلي. الله يبارك فيك، بشكرك طبعا على المقدمه الجميله دي. بالعكس هي مش مباراه مش ضعيفه فنيا خالص، بالعكس فرقه مصر السلوم فرقه كبيره، فرقه محترمه. احنا من قبل الماتش احنا اتفرجنا عليهم كويس قوي، وكنا عارفين ان احنا نواجه خصم صعب وعارفين الماتش هيبقى صعب، فعشان كده ما كانش فيه مفاجاه بالنسبه لنا. والحمد لله الواحد بيتعب والناس كلها بتتعب، عشان كده ربنا الحمد لله بيكلم المجهود ده الحمد لله. ناكد على سر النجاح العلاقه الرائعه جدا بين كل الحراس، الشناوي، علي لطفي، مصطفى، شوبير، كله بيكون متواجد، اي حد بيكون متواجد، وده سر النجاح. النهارده انت بتتالق، علي ما بيتواجد متالق، سر النجاح ايه والعلاقه الطيبه دي يا شوبير؟ طبعا الحمد لله بنشتغل كويس وكلنا الحمد لله بالبلد زي ما بنقول نيتنا صافيه لبعض. وبضيف على كلامك معانا كمان طبعا حمزه ومعانا مصطفى مخلوف كانوا موجودين النهارده، فكلنا اي حد لو حد لعب حمزه مصطفى في كذا حارس تحت محمد اشرف كوتا ايا كان مين اللي هيلعب هيأدي بنفس الاداء ده، كلنا بنشتغل على سيستم واحد. معانا مدرب طبعا على اعلى مستوى مستر ميشيل بيشتغل معانا ما بيخلش معانا بجول باي جهد، الاول زي الرابع زي الخامس هو بالنسبه له ترتيب واحد، وبيشتغل مع الكل عشان لما تيجي لحظه زي دي الواحد يكون موفق الحمد لله. قبل المباراه قلتوا ايه لبعض؟ انت عارف النوك اوت او مباراه الخروج في الكاس بتكون صعبه ومحتاجه تركيز اكبر، وانت كمان اخر واحد في الملعب بلغه الكره، انت الليدر وانت اللي بتكلم اللعيبه، قبل المباراه اتكلمتوا عليه واكدتوا عليه مصطفى؟ اتكلمنا في حاجات كتير من قبل المباراه معانا كباتن برده، يعني في طبعا كباتن الفرقه موجوده كابتن شناوي، كابتن ايمن اشرف، وكابتن وليد جالنا النهارده وهو مصاب، نتمنى يرجع بالسلامه. جالنا برضو اتكلم معانا كابتن رامي، كابتن هاني، الناس اتكلمت معانا قالوا لنا قد ايه ماتش مهم، قد ايه هم عانوا قبل كده قدام فرق في الكاس، حتى فرق بتبقى درجه ثانيه وحصل السيناريوهات قبل كده، وضربنا مثل بماتشات كتير حصلت لسه كمان السنه دي، ان الكره فيها متغيرات، وطول ما انت بتحترم الخصم ربنا هيديك، وانت احترمت الفرق كويس جدا وهم كمان نازلين محترمينك، عشان كده الاداء كان بالمنظر ده والحمد لله. بطوله لبطوله، مباراه الكاس عندنا، مباراه في بطوله الدوري العام، مباراه الشرقيه للدخان، ومنها مباريات عديده وتلاحم كبير جدا. مصطفى المرحله اللي جايه شايفها ازاي مع النادي الاهلي وتحديدا المباراه القادمه؟ طبعا المرحله صعبه بعد طبعا خساره نهائي افريقيا، والحمد لله يعني ربنا ما قدرش، بس ان شاء الله اللي جاي بقى احسن. الدنيا طبعا صعبه، الظروف صعبه، بس احنا قادرين لعيبه رجاله، وطلعنا من ظروف اصعب من دي بكتير، بنبقى متاخرين في الترتيب، انت عندك ماتشات مؤجله باذن الله تعمل اللي تقدر عليه وتكسب، وباذن الله ربنا هيكرم ان شاء الله. شكرا، ربنا يخليك، شكرا ليك. بنشكر اكيد نجم من نجوم النادي الاهلي ومستقبل حراسه المرمى فيها للنادي الاهلي مصطفى شوبير، اداؤه كان مميز جدا الحقيقه النهارده، وده اللي احنا بناكد عليها كابتن ايمن في كل التدريبات. التدريبات بتكون قويه جدا لحراسه المرمى، الفرصه اللي جت او يمكن الحالات اللي بتيجي على مصطفى شوبير بيأدي فيها اداء مميز جدا، مستنيين منه كمان الفتره اللي جايه عادي علي لطفي كمان لو متواجد في المباراه القادمه، فيا رب ان شاء الله نطمن بشكل كبير على حراسه المرمى وعلى لعيبه النادي الاهلي. الهدف اتحقق النهارده وهو تاهلنا لدور ال 16، يا رب النادي الاهلي يكون موفق امام خلال المرحله القادمه، وتحديدا في بطوله الدوري العام اللي هتكون المباراه القادمه مباراه الاهلي وايسترن كامباني. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. هو الهدف تحقق فعلا، ولكن احنا بنتكلم مش علشان ننتقد الاداء، انما احنا بنتكلم علشان الاداء يتحسن الفتره الجايه ان شاء الله، بنتكلم علشان مصلحه النادي الاهلي، بنتكلم علشان مصلحه اللعيبه دي، لان يعني يا ريت كل اللعيبه تبقى في احسن حالاتها، ده اللي احنا عايزينه، انما بنزعل ونتضايق لما يكون الاداء مش على نفس المستوى اللي احنا كنا نامله. نروح نشوف الكابتن سامي قمصان مع كريم احمد بعد المباراه ونشوف قال ايه على احداث المباراه. مرحب بيه من جديد كابتن ايمن شوقي، كل كابتن الكبار، كل جمهور النادي الاهلي، مبروك النهارده طبعا الفوز وتاهل لدور 16 من بطوله كاس مصر الجديده. معانا طبعا في هذه اللحظات الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي طبعا في البدايه برحب بيك، مبروك النهارده، نقدر نقول مباراه الكاس بتحقق الهدف المطلوب بعيدا طبعا عن الخشونه والقوه ويمكن الارتكازات وغلق المساحات، كل الامور دي الحقيقه يمكن شفناها في مباراه اليوم، لكن بشكل عام اداء اللاعبين، بشوف الجيم النهارده ازاي وحطينا في الاجواء كابتن.
زي ما انت قلت مباراه الكاس طبعا فيها مفاجآت كبيره، ممكن هو ده اللي اتكلمنا فيه وحذرنا. فرقه مميزه، فرقه عندها طموح، ماشيه كويس خصوصا الدور الثاني في لما جابوا مستثمر يعني وعملوا وجابوا جهاز فني، وطبعا مبارك لهم طبعا على الاداء دوت. فكان مهم جدا برضو ان احنا اتكلمنا اهميه المباراه بالنسبه لنا. يمكن عندنا لعيبه كتيره جدا بقى لها فتره كبيره ما بتشاركش، مهم جدا ان انت تجهزهم خصوصا في مباراه زي ديت. بتحصل في كل فرقه الكبيره في العالم ان انت بتحاول مباراه الكاس اللي انت فرصه اللي انت تجهز فيها اللعيبه. ممكن هو ده اللي فكرنا فيه يعني. النهارده احمد محمود بيشارك 65 دقيقه او 70 دقيقه، صبح حسن بيلعب 90 دقيقه، كريم بيكمل برده لحد اخر دقيقتين ثلاثه، محمود وحيد بيلعب 90 دقيقه، كوكا بيكمل. فاعتقد الحمد لله يعني النهارده متولي بينزل ويؤدي، بدري برده بنحاول ان احنا نجهزه واحده واحده. احنا عندنا كل المباريات الفتره اللي جايه كلها، كل 3 ايام هيبقى في مباريات، سواء كاس جديد كاس قديم مباراه الدوري. مهم جدا ان انت تلعب على كل البطولات، مهم يكون عندك لعيبه جاهزه. فهو ده اللي كنا بنحاول نفكر فيه يعني. لكن في الاول والاخر كنا مهتمين جدا ان احنا نحسم المباراه من بدري عشان تدينا اريحيه اكتر. يمكن الفرص اللي احنا اهدرناها ودي حاجه طبيعيه برضو، اللي انت حساسيه الماتشات ممكن تكون بعيده شويه، لكن نحاول ان شاء الله الفتره الجايه نشتغل شغل احسن، نشتغل شغل هجومي اكتر ان شاء الله، يقدر يساعد اللعيبه اللي هم ان شاء الله يقدروا يسجلوا في الفرص المتاحه بالنسبه لنا. يمكن التلاحم كبير جدا الفتره الجايه وتحديدا في بطوله الدوري العام ومنها ثم الكاس، لكن مباراه إسترن كامباني كيف يراها كابتن سامي قمصان؟ دوافع موجوده عارفين ورغبه موجوده، لكن ضغط كبير جدا، 48 ساعه تدريب وحيد ثم مباراه، كيف يتعامل الجهاز الفني مع هذا الامر يا كابتن؟ طبعا هتنقل بقى نقله بطوله الدوري، مهم جدا ان انت تحسم المباريات اللي متاجله عندك عشان تقدر تصدر البطوله. يمكن احنا هنعاني طبعا، عندنا غيابات كثيره جدا سواء اللعيبه المصابه او اللعيبه اللي في منتخب مصر، لكن ان شاء الله النهارده بتجهيز بقى اللعيبه النهارده، وده الفكر ده يعني دايما اتكلمنا فيه والراجل اتكلم فيه، اللي احنا نحاول نجهز اكبر عدد من اللعيبه عشان يقدروا يبقى عندهم فرصه طبعا يساعدونا في مباراه الدوري ومباراه الكاس والكثافه المباراه اللي هتيجي الفتره الجايه ديت. انت خلاص كل حوالي 3 ايام او 4 ايام هيبقى في مباراه بقى، سواء كاس سواء دوري كاس تاني. فالحمد لله اللي احنا برضو نحاول ان احنا نساعد اللعيبه عشان يقدروا يساعدوا نفسهم ويقدروا يدونا برضو افضليه ويدونا نفس كويس ان شاء الله لما رجوع اللعيبه اللي ترجع ان شاء الله. وليد علي لطفي نقدر نشوفهم في المباراه القادمه ولا لسه ممكن يكون في اختبار ليهم طبي غدا يا كابتن؟ هو علي طبعا عنده جازع في ايده كدمه جامده، ممكن هو اخذ بلازما من يومين، ان شاء الله نامل طبعا ان هو يرجع طبعا. لكن النهارده ما يمنعش ان جبير قدم مباراه كويسه ومميزه يعني. نفس القصه وليد سليمان، مهم جدا لعيب بخبراته وبشخصيته يكون معانا برده، يمكن عنده كدمه في ركبته ان شاء الله يطمن بكره عليها، ولو ان شاء الله كده سليم ان شاء الله يبقى معانا ان شاء الله اضافه كبيره لينا. سامي البرنامج التدريبي نقول خلاص ما فيش راحه، لازم بكره يكون في تدريب ثم بعده تدريب ومعسكر، تدريب بكره ولا الامور تبقى؟ طبعا عندنا تمرين بكره استشفاء للناس اللي لعبت وتمرين للناس اللي ما لعبتش، عشان طبعا زي ما انت قلت ما فيش وقت خالص يعني، اشتغل يوم واليوم الثاني هيبقى في معسكر وان شاء الله ربنا يوفق ان شاء الله. شكرا. كل الشكر والتقدير الحقيقه للكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. زي ما اكدنا كابتن ايمن تحقق الهدف المطلوب وتاهل النادي الاهلي لدور ال16 من بطوله كاس مصر. عندنا مباراه اخرى ان شاء الله في خلال 3 ايام ان شاء الله مع فريق الشرقيه الدخان، كابتن عبد العال طبعا المدير الفني عنده حساباته وعنده ايضا كمان التكتيك بتاعه، هنشوف غلق مساحات وهنشوف امور عديده جدا. فان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر وجهازه الفني ان يركز بشكل كبير جدا في هذه المباراه رغم ضيق الوقت. يا رب ان شاء الله يستمر النادي الاهلي في سلسله الانتصارات واسعاد مئات الملايين من جمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. زي ما قال كريم عندنا ماتش صعب كمان 3 ايام، وهنلعب او نخوض المباراه ديت بنفس اللعيبه اللي كانت موجوده النهارده. نتمنى ان شاء الله باذن ماتش صعب لانه ماتش دوري، احنا ان شاء الله لو كسبنا مبارياتنا المؤجله هنفرق عن المنافس اللي بعدينا، ان شاء الله تكون البدايه من المباراه الجايه، لان المباراه الجايه طبقا للاتفاق اللي حصل بين النادي الاهلي ورابطه الانديه ان الماتش اللي جاي هنلعبه بنحلله اهو. اتفضل يا كابتن. كره طوليه ملعوبه في الحته الفاضيه وراح لها كويس قوي حسام حسن اعتقد، لا ولا محمد شريف، محمد شريف مش كده؟ حسام نعيدها تاني. هو حسام حسن راح في الحته كويس، اللي قطع في الحته اللي قطع يا كابتن علاء حسام حسن. طبعا بص يعني اتفضل شريف. لا انا ما اتفضل. انا كل اللي عاجبني في الهدف ده على طول تنفيذ القرار، خدت بالك؟ في العرضيه. ايوه طبعا استقبال الكوره والهدوء حاطط الكوره في بطن رجله،
الحسنه الوحيده اللي في المباراه يعني. ايوه فهمتني؟ ايوه القرار ده ايوه الكره السلت عنه مفيش بطء هنا كان كان في حسام حسن المفروض يبقى بياخد خطوه اكتر انما الديفندر ريحنا واداها لاحمد عبد القادر. بس تحرك تحرك حسام في الحته الفاضيه كويس قوي. تحرك محمد شريف كمان قطع وراه انا يعني شفته وتكمله محمد هاني كانت حاجات دي كنت شوفك بس خليك هنا لا خلينا مره تانية نرجع للكره اول ما مسكها حسام حسن. بص ايمن هو الحلو في الهجمه دي ايه؟ انك انت عندك عدد مهاجمين بالظبط كويس مريح كتير كويس وطبعا كل وقفات الفريق المنافس كلها غلط يعني هنا بص في مساحات كتير قوي بس انت الشوط الاول كله ضيعته انك انت مش شايف المساحه وابدا العب ازاي والعب لعبك العادي ده لعبك العادي كره طويله بتستلم بتطلع الباك بيعمل لك كروس الناحيه الثانيه تكمله العكسيه بكثافه تمركز دفاعي مش مظبوط دي مش مشكلتي لكن انا بص محمد شريف جات لمع عبد القادر استلام الزقه الثانيه كان هو القرار هدف بص كام واحد أربعة احمر على أربعة وفي محمد هاني كان بيعمل الكره العرضيه وناس مكمله فهي دي هجمه تقدر تقول الهجمه اتعملت صح فيها تحرك كويس قوي من حسام تكمله من احمد عبد القادر استلام كويس قوي الثانيه دي هي خلاص شايف كويس قوي واخد القرار لان اللمسه الثانيه دي هو رفع عينه خلاص يا ايمن خلاص هو ركز هيحطها هنا صحيح. لكن هو ده طريقه لعبك تخلق مساحات بتعمل كثافه هجوميه بتبدا تتحرك اتمنيت بعد الهدف ده وهدف كمان يعني ما جاش متاخر انك تضغط تجيب هدف اثنين وثلاثه كان هيبقى خلي شكلك في النهايه الشكل احنا توقعنا كده بالظبط ده شكلك الكره دي 10 مرات في الماتش بالظبط هي دي هي بس ده اللي كان ناقصك وبعدين يعني ما فيش ولا تعب ولا اجهاد المساحات موجوده الفريق مش قافل كل المساحات لكن لا هو خلاص النهارده اليوم عديت الحمد لله الدور 16 تبدا للاهم الاهم انا بالنسبه لي من يوم الاربعاء ان شاء الله لان مباراه دوري مهمه جدا 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 صحيح المكسب النهارده ممكن يفوق اللعيبه دي كلها ان شاء الله يوم الاربعاء يعني كان مهم النهارده هم يكسبوا يعادوا الدور ده ممكن برضو حته ان انت قلقان انك ممكن على فكره انا بس بحاول الاقي مبررات ممكن حته ان انت قلقان انك انت المتحمل مباراه النهارده ممكن ما يحصلش لا قدر الله تاهل بالنسبه لك انت مردوده مش كويس عليك كلاعب كوره لكن النهارده الحمد لله دور 16 تاهلت ناس كتير قوي كان بقى كتير ما بتلعبش خدت المباراه كلها كامله اعتقد حمل كويس قوي تبدا ان شاء الله الاربع باذن الله تفكير تاني مباراه اصعب فريق صحيح. الى حد كبير منظم بتلعب على على بطوله اهم اللي بنتكلم عليها بلال ثلاث نقاط مهمين جدا ان شاء الله من الاربع الهدف تحقق كابتن عادل كابتن بلال الجاي اصعب ولكن نتمنى ان شاء الله المنظر يتغير اكيد طبعا يعني احنا نتمنى نبدا بقى في المباراه اللي جايه احنا بنلعب مباراه دوري وزي ما الناس كلها اتكلمت ان المفترض خلاص احنا نسينا كل اللي ورانا نقفل على كل حاجه وبنشتغل على الدوري وبنط الدوري وعلى استراتيجيه المباريات بتاعه الدوري اللي هي تبقى متلاحقه ورا بعض صحيح. ادائنا النهارده نقفل عليه خلاص مبروك كسبنا بس نشتغل على المباراه اللي جايه الثلاثه بونت عشان عندك مباراه اهم اللي بعديها صحيح كابتن بلال اللي جاي اللي جاي سهل وصعب يعني سهل لو انت اخذت الامور بجديه لان عندك انت المباريات بتاعتك لو كسبتها تبقى انت المتفوق او تبقى الاكثر نقاطا يعني تبقى تعتلي قمه الدوري الايام والماتشات اثبتت لك انك لما بيبقى عندك تشالنج عندك تحدي بتلعب بروح قتاليه عاليه بتكسب حتى لو في الدقيقه 100 مثلا او في الدقيقه 95 او 97 تمام ودي الروح اللي اعتاد عليها لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي على مدار السنين اللي فاتت هتفقد الروح هتفقد كل شيء هيبقى عندك الروح هيبقى عندك كل حاجه صحيح هي دي استراتيجيه واسلوب النادي الاهلي على مدار التاريخ ممكن ما يبقاش عندنا افضل فنيات في مصر على فكره أيه. ومع ذلك تكسب صحيح. لانك عندك افضل روح قتاليه عندك اسم وعندك شخصيه النادي الاهلي هي دي اللي بتفوقك وهي دي اللي بتخليك دايما متفوق الناس بتهيبك عشان الحته دي يعني الناس بتخاف من الفانيله الحمراء او من روح الفانيله الحمراء زي ما احنا بنتكلم تمام فانت لو حافظت على دي هتحافظ على بطوله الدوري العام ولقب الدوري العام ان شاء الله هياخده النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن نصر عباس ارجوكم انتظروا دون اللعيبه الدوليين فباذن الله ان شاء الله يبقى الفوز من نصيبنا معانا هدف المباراه عايزين يا كابتن شريف نتفرج على